على الرغم من رفض حماس وشروط نتنياهو أيضا، بايدن يقول أن اتفاق غزة بات أقرب من أي وقت مضى. الحكومة اللبنانية ترفض اتهام جعجع لها بالخيانة العظمى وتعتبره باطلة. في اليوم الثالث لمحادثات جنيف، المبعوث الأمريكي يؤكد أنهم على اتصال يومي مع الجيش السوداني. ساعة إخبارية من الحدث، أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف النار والإفراج عن الرهائن في قطاع غزة بات أقرب من أي وقت مضى، وقال إن التسوية باتت أكثر قربا مما كان عليه الوضع قبل 3 أيام. لا أريد أن أجلب الحظ السيء، ولكن قد يكون لدينا شيء ما، لكننا لم نصل إلى هناك بعد، ولكن الأمر أقرب بكثير مما كان عليه قبل 3 أيام. لنأمل الأفضل. هذا وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تقدر جهود الولايات المتحدة والوسطاء لثني حماس عن رفضها القبول بصفقة تبادل الأسرى. وتعليقا على نهاية محادثات الدوحة، قال مكتب نتنياهو إن المبادئ الأساسية لإسرائيل معروفة جيدا للوسطاء والولايات المتحدة، وتأمل إسرائيل بأن تؤدي الضغوط إلى دفع حماس للقبول بالطرح الإسرائيلي حتى يتم تنفيذ الاتفاق. من المنتظر أن يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل في 17 من شهر أغسطس المقبل الجاري في مسعى من واشنطن لمواصلة الجهود الدبلوماسية المكثفة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وسيؤكد بلينكين الحاجة الملحة لجميع الأطراف في المنطقة لتجنب التصعيد أو أي إجراءات أخرى من شأنها أن تقوض القدرة على إبرام اتفاق بين إسرائيل وحماس بوساطة دولية. نشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كافة الأطراف لتقديم ضمانات ملموسة على الفور تضمن وقفا إنسانيا للقتال في القطاع وأيضا القيام بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة. أناشد جميع الأطراف تقديم ضمانات ملموسة على الفور تضمن توقفا إنسانيا للحملة. لنكن واضحين أن التطعيم الأجدى ضد شلل الأطفال هو السلام والوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار، لكن في كل الأحوال فإن وقفا إنسانيا من أجل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال أمر لا بد منه. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من لبنان أن استمرار استهداف المدنيين في غزة هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة. أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين وقتل المدنيين الأبرياء هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة، وأنه لابد من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. على الرغم من الإيجابية التي أعلن عنها الوسطاء في مفاوضات وقف النار في غزة، ترى صحيفة وول ستريت جورنال أن العقبة الأكبر أمام الاتفاق هي تطرف كل من قادة إسرائيل وحماس. قتال مستمر منذ أكثر من 10 أشهر وضحايا الحرب بالآلاف، والدمار تحكيه المشاهد لا الكلمات. وهنا تعقد الآمال بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب ويهدئ من التوتر الذي امتد إلى دول المنطقة فباتت على شفا حرب أوسع نطاقاً. يبدو أن الجميع متفقون على أن الوقت قد حان لوقف القتال، لكن وول ستريت جورنال تقول إن الاستثناء يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار. الصحيفة ذكرت أن كل من نتنياهو والسنوار يسببان الإحباط للوسطاء وللناس في معسكريهما، ما يجعل اتفاق وقف إطلاق النار بعيداً.
لا أعتقد أنه يمكن سد الفجوة العميقة بين نتنياهو والسنوار، ولسوء الحظ هما صانع القرار على الجانبين. تقول وول ستريت جورنال إن المزاج بين المفاوضين أسوأ من أي وقت مضى، وإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها تشكك علناً في استعداد نتنياهو لإبرام صفقة، فيما ترفض حماس تحت قيادة السنوار المشاركة في المحادثات التي تعتبرها خدعة. السنوار الذي يعتقد أنه مختبئ في أنفاق غزة يمثل تحدياً كبيراً للمحادثات بحسب وول ستريت جورنال، فهو يشترط وقف العمليات العسكرية في غزة، الأمر الذي لن تقبل به إسرائيل. أما نتنياهو فحدد هدفاً لما يسميه النصر الكامل على حماس، وهو متمسك بهذا الهدف حتى مع تصريح المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بأنه ليس واقعياً وأن الاتفاق على إعادة الرهائن أكثر إلحاحاً. نور الحصني، العربية. مشاهدينا، ننوه بأبرز الأخبار العاجلة خلال الدقائق الأخيرة، وهي من هيئة البث الإسرائيلية تقول إن مسؤولين أمريكيين أو أمنيين كبار يعلنون انتهاء القتال في غزة. إذن مسؤولون أمنيون كبار يعلنون انتهاء القتال في غزة وفقا لما تقوله هيئة البث الإسرائيلية، التي تضيف أيضا بإمكان إسرائيل العودة إلى القتال في غزة إذا تطلب الأمر. وتقول أيضا نقلا عن هؤلاء المسؤولين: الوقت الآن مناسب لبدء صفقة الرهائن. إذن نناقش هذا التطور الآن وغيره من التطورات المتعلقة بالملف الفلسطيني وتطورات بالمنطقة وانتظار الرد الإيراني أيضا، مع ضيوف الكرام من القاهرة: الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في العلاقات الدولية من طهران، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية مصدق بور، ومن نيوجيرسي جابرييل سوما، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. مرحبا بكم جميعا. أبدأ بهذا العاجل، يعني معك دكتور أحمد بداية، ما الذي يعنيه إعلان الانتهاء من العمليات القتالية في قطاع غزة؟ تحياتي لك أستاذ بصير ولكل ضيوفك الكرام أيضا ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن إعلان هذا الخبر بوقف العمليات القتالية في غزة في هذا التوقيت، مع الحديث عن الرئيس بايدن بأن صفقة غزة باتت قريبة عن أيام ثلاثة ماضية، بيشير بأن هناك الآن توجه بالفعل نحو إبرام هذه الصفقة، والآن التفاصيل حول الرتوش النهائية لهذه الصفقة خاصة بعد الاقتراح الذي قدمته أمريكا خلال اليومين الماضيين والذي عمل على تقريب الفجوات، وبالتالي هذا بيعكس أن بالفعل عمليا وقف العمليات القتالية يكون مقدمة للوقف إطلاق النار في غزة، مع اشتراط كما يعني تم الإعلام بعودة إسرائيل إذا تطلب الأمر، وهذا أيضا ربما يمثل مخرجا لكصيغة وسط لتحقيق أهداف أو مطالب نتنياهو بضمانات بالعودة إلى القتال مرة أخرى إذا تطلب الأمر. لكن على الأقل هذا مؤشر مهم بأن هذه المحادثات وهذه الجولة من المفاوضات ربما تسفر بالفعل عن اختراق حقيقي في ظل الأجواء الإيجابية التي صدرت عن الوسطاء خلال اليومين الماضيين، وأيضا الإعلان عن عقد قمة كبار المسؤولين في القاهرة في نهاية هذا الأسبوع، بتشي أننا بالفعل صدرت تحولات مهمة في ما يتعلق بالصفقة أو التوجه نحوها رغم الخطاب المتشدد سواء من حماس أو من نتنياهو. سيد جابرييل، مرحبا بك مجددا. أسألك هنا، هذا الإعلان الجديد الذي قرأناه للتو أنه بإعلان من هيئة البث الإسرائيلية بانتهاء عمليات القتال في غزة، هل نشهد ضغطا أمريكيا غير مسبوق الآن أم ماذا؟ أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. أهلا بك. لا شك بأن هناك تقدم كبير في المباحثات الجارية في قطر وفي مصر أيضا بمساعدة الولايات المتحدة لحل النزاع.
نذكر جيدا أنه في أواخر مايو من هذا العام قدم الرئيس بايدن مقترحات طلب فيها أولا وقف إطلاق النار، ثانيا إخلاء سبيل الرهائن الموجودين لدى حماس، وإخلاء سبيل المسجونين الفلسطينيين الموجودين أو قسم منهم الموجودين في السجون الإسرائيلية. هذه المقترحات قدمت للطرفين، ويبدو بأن الطرفين اتفقا على أن يكون هناك مباحثات إضافية لحل هذه المشكلة. وبالفعل في الساعات 48 الماضية اتفقت الأطراف على أنه في أول 6 أسابيع من إبرام هذا الاتفاق تنسحب إسرائيل من الأماكن المأهولة في غزة، وتخلي سبيل حماس تخلي سبيل الرهائن من النساء والكبار والمسنين والمرضى والجرحى، وفي المرحلة الثانية يخلى سبيل بقية المحتجزين الموجودين في السجون الإسرائيلية، والمرحلة الثالثة تبدأ بإعمار غزة. هذه المقترحات يبدو بأنها لقت نجاحا أمام كل الأطراف، وأعتقد أنه في النصف الأسبوع القادم سوف يتم توقيع الاتفاق. لكن هذا الاتفاق يعني ما زال هنالك نقاط خلافية، سأعود بالطبع لطرحها، لكن اسمحوا لي مجددا أن أرحب بالأستاذ مصدق من طهران. إذا صحت الأنباء كما تقول هيئة البث الإسرائيلية بأن هنالك بوادر إيجابية وإنهاء العمليات القتالية، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على طهران، وأقصد هنا فيما يتعلق بالرد المتوقع؟ الكريمين والمشاهدين، أهلا بك. أنا أعتقد يعني ما سمعناه حاليا عن هيئة البث الإسرائيلية وأيضا التصريح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي، هو يتوقع أن يكون هناك الأسبوع المقبل هناك اتفاق. أنا أعتقد طيب أستاذ مصدق، أنا بالكاد أسمع حضرتك، يبدو أن هنالك خلل ما بالصوت، نحاول مجددا. طيب أنتظرك حتى تحاول إصلاح هذه المشكلة. طيب يبدو الخلل ما زال موجودا أستاذ مصدق، سنعود الاتصال بحضرتك. طيب أعود إلى الأستاذ الدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني أيضا تصريحات نأخذها بعين الاعتبار، يعني حماس ترفض بعض الشروط التي وإن لم يكن كلها التي بدأ نتنياهو بطرحها خلال الفترة القليلة الماضية، إلى أي مدى يمكن فعلا لهذا الاتفاق أن ينجح رغم كل هذه البوادر الإيجابية؟ في الواقع أستاذ بصير هناك مصلحة لدى كل الأطراف، حتى حماس صحيح أنها تبدي موقفا متشددا، إلا أن وضع حماس وخياراتها أصبحت محدودة، وهناك بالفعل ضغوط شديدة عليها، وعلى رأس هذه الضغوط معاناة أهل غزة. يعني الوضع الإنساني بات كارثيا، نتكلم الآن عن شلل الأطفال بدأ يظهر، نتكلم عن تدمير كامل، كل هذا يمثل ضغطا على حماس، وهي تحاول أن تبدي أنها في وضع أكثر تشددا للحصول على أكبر مكاسب، خاصة فيما يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار، وأن تضمن لها مقعد في المشهد السياسي في اليوم التالي. وبالتالي بات أن هناك أمر. الأمر الثاني، أنا في اعتقادي إيران أيضا قد تضغط على حماس للقبول بالاتفاق، لأن هذا الاتفاق يمثل مخرجا لإيران، لأن إيران في صعوبة الرد خاصة بعد الوجود العسكري الأمريكي أصبحت أمام خيارات صعبة. يعني عدم الرد أفضل من أن يكون ردا رمزيا كما حدث في السابق، وهي لا تستطيع أن ترد في ظل هذا الحشد العسكري الأمريكي، وبالتالي قد تدفع حماس إلى قبول الاتفاق كمخرج لتبرير عدم الرد للجانب الإسرائيلي. أيضا الجانب الأمريكي أيضا في عامه الانتخابي يريد نزع فتيل وعدم انجرار، يعرف أن نتنياهو يريد أن يجر أمريكا إلى حرب في المنطقة، حرب مع إيران، وهو برغم أنه أعلن دعمه وأرسل البوارج الحربية والغواصات النووية، لكنه يريد تحجيم هذا الاندفاع حتى لا تقع حرب.
هناك أيضا ضغوط داخلية فيما يتعلق بالداخل الإسرائيلي عن نتنياهو، دفعت جالانت إلى أن يطالب نتنياهو بأن يكون ذا مسؤولية ويقرر مصير مفهوم دكتور أحمد. هذه العوامل حقيقة نعم. بتشي اسمح لي فقط، يعني أنا آسف جدا على مقاطعتك، سأعود إليك، لكن انضم إلينا الأستاذ مصدق مجددا، وأريد أن أسأله بالطبع ما طرحته حضرتك، يعني نقطة مهمة، إلى أي مدى أستاذ مصدق يعني ضغطت إيران وتضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق؟ وكنت قد سألتك قبل انقطاع الاتصال أو كان به خلل عما إذا كان هنالك انعكاس ارتدادات لهذه المعلومات الأولية عن توقف العمليات القتالية في قطاع غزة على القرار الإيراني بشأن الرد. نعم، أنا قلت يعني أولا هذه نستطيع أن نعتبر ما حدث اليوم هذه التصريحات وما بثته هيئة البث الإسرائيلية نعتبرها يعني ربما خطوة إلى الأمام، ولكن إذا كانت مدعومة يعني باستمرارية وباستدامة وبإرادة حقيقية لوقف القتال وخروج القوات الإسرائيلية من غزة، وهو مطلب المقاومة وليس مطلب إيران. إيران تدعم المقاومة، وكيف سيؤثر؟ بالتأكيد سيؤثر، نحن نعلم يعني منذ أسبوع ربما تأخر الرد الإيراني بسبب خشية إيران من اتهامها بأنها عبثت في هذه المفاوضات، وبالتالي أتاحت الفرصة في هذه المفاوضات بأن تستمر، ولكن للأسف هي لم تفضي إلى نتيجة وأرجئت إلى الأسبوع المقبل. ونحن لا نعلم يعني هل الرئيس الأمريكي يرجم عن غيب، يعني هو يقول أننا في الأسبوع المقبل سوف نشهد اتفاق أم لا؟ على أي حال أنا أعتقد يعني كيف تضغط إيران، أنا أقولها بصراحة يعني أولا إيران لا تعارض هذه المفاوضات إذا كانت تريد أن تحقق للفلسطينيين مقاصد وتعطيهم وتستعيد وتوقف هذه المجازر عنهم، وبالتالي إيران رأيها هو رأي المقاومة، يعني إذا كانت المقاومة راضية من هذه المفاوضات بالتأكيد إيران أيضا ستكون راضية، وهذا أيضا ربما سوف يؤثر على موقفها فيما يتعلق بعدم توسيع رقعة الحرب. ويتعلم جيدا كما تفضل الأستاذ إبراهيم وأخي الكريم من القاهرة بأن نتنياهو يحاول أن يجر المنطقة إلى يعني إذا في حال توصل الوسطاء أو إسرائيل وحماس إلى اتفاق، هل يمكن أن تتراجع إيران عن الضربة التي تتحدث عنها؟ أنا أعتقد يعني يجب أن نضع يعني فرق بين أو فاصل بين الضربة الإيرانية فيما يتعلق يعني الانتقام الإيراني وثائر دم شهيد هنية، وأيضا بين انتهاك حرمة إيران والتي وصفها القائد بالاعتداء على شرف إيران ويستحق الرد، وبالتالي أنا أعتقد يعني إيران سوف تحتفظ يعني بالرد، يعني سوف ترد، ولكن طريقة وشكل هذا الرد ربما سوف يختلف، ربما سوف يكون بطريقة كما قالت إيران لا تفضي إلى توسيع رقعة الحرب، وأيضا تتيح للحل الدبلوماسي يعني فرصة جيدة. ولكن حاليا التصريح الإيراني، وإيران قدمت مذكرة رسمية مكتوبة إلى الأمم المتحدة يتضمن هذين شرطين، أولا إيران تحتفظ بنفسها بحق الرد، ثانيا إيران تطالب بوقف المجازر والعدوان على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية. وضحت الفكرة. نعم، عذرني أيضا على المقاطعة أستاذ جابرييل، أنا أريد أن أسأل هنا وأشير إلى النقطة طرحها الأستاذ مصدق، يعني بايدن متفائل، ولطالما كان متفائلا في موضوع الصفقة تحديدا، ويقول يعني أذكر بما قاله بأن اتفاق غزة بات أقرب من أي وقت مضى. هذه الجملة ربما تكررت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية من الحرب على القطاع، وفي كل مرة بعد فترة قصيرة لا شيء يحدث. على ماذا يعول الرجل هنا؟ علينا أن نتذكر ما حصل منذ أسبوع في طهران. يوم الأحد كان هناك اجتماع بين الحرس الثوري الإيراني وبين فصائل المقاومة العراقية السورية، كذلك مع مندوبين من حزب الله ومندوبين من الحوثيين،
في هذا الاجتماع طرحت مسألة ماذا يمكن أن ترد إيران في هذه المرحلة. يبدو بأن كان هناك ضغوطا على إيران من قبل هذه المنظمات للقيام باغتيال مثلا مسؤول إسرائيلي كبير، كما اغتالت إسرائيل إسماعيل هنية وكما اغتالت فؤاد شكر. لذلك طلب من إيران القيام بعمل مماثل، إلا أن المندوب الإيراني في الحرس الثوري رفض ذلك. ويبدو بأن إيران أصبحت أكثر لديها ليونة لحل هذه المشكلة. صحيح كانت قد هددت بضرب إسرائيل، ولكن في الآونة الأخيرة يبدو بأنها تراجعت عن ذلك. الرئيس بايدن اتصل برئيس مصر وكذلك بأمير قطر وطلب منهم العمل على عدم قيام إيران بأي عمل عسكري في الوقت الحاضر، لأننا نقوم بمحادثات لحل النزاع في غزة. وبالفعل كل الأطراف اتفقت على هذا الأمر بما في ذلك إيران، ووصلنا إلى هذا الوضع. ويبدو بأنه في الأسبوع القادم سوف يتم توقيع الاتفاق وبرضا جميع الأطراف. دكتور أحمد، أعود إليك بنقطة أيضا مهمة، محور فيلادلفيا، الخط الرابط بين غزة ومصر والتي سيطرت عليه إسرائيل مؤخرا، أيضا نتسريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبه، أقصد القطاع. نقطة مهمة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، إلى أي مدى يمكن تجاوز هذه النقطة الحساسة والمضي قدما في توقيع اتفاق ما؟ في الواقع أستاذ بصير، هذه أحد القضايا العالقة التي ربما عطلت المفاوضات في الجولات السابقة، خاصة الجولة الأخيرة قبل هذه الجولة، لأن نتنياهو متمسك بالبقاء والسيطرة على معبر فيلادلفيا ومعبر رفح أيضا ومحور نتسريم الذي يقسم غزة إلى قسمين. ولكن هناك طرحت أفكار سواء من الجانب الأمريكي أو من الجانب المصري بإمكانية تجاوز هذه النقطة من خلال أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية من فيلادلفيا في إطار الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار انسحاب القوات الإسرائيلية أيضا كجزء في المرحلة الأولى وكليا في المرحلة الثانية. ثم هناك أيضا مقترحات متعلقة بإدارة محور فيلادلفيا، معبر رفح عفوا، بحيث يكون هناك عناصر فلسطينية ربما ليست من حماس أو من السلطة، لكن على الأقل هي عناصر فلسطينية بالتعاون مع الجانب المصري باعتبار أن هذا معبر مصري فلسطيني. وأنا في اعتقادي هذه المقترحات عديدة ويمكن لها أن تكون مخرجا لهذه القضية العالقة، لأن هذا مرتبط بقضية وقف إطلاق النار وانسحاب قوات إسرائيل من غزة. لأن إذا تم الاتفاق بالفعل ومضينا من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وتم انسحاب القوات الإسرائيلية، هذا سيكون جزء من الانسحاب من المعبر ومن فيلادلفيا ومن نتسريم، وبالتالي يكون هناك صيغ مطروحة فيما يتعلق بالإدارة الفلسطينية وغيرها، وبالتالي هي لا تمثل عقبة جوهرية في ظل الصيغ المطروحة لتجاوزها. لكن تظل الإشكالية أو التحدي الآن هو حقيقة متعلق بنيامين نتنياهو. نتنياهو الآن هو بين مطرقة وسندان، هو تحت الضغوط الأمريكية الشديدة، وأنا في اعتقادي أن جولة بلينكين التي تبدأ في إسرائيل الأحد ستكون تمهيد والضغط على نتنياهو للقبول بهذه الصفقة، على الأقل لنزع فتيل التوتر في المنطقة وعدم التصعيد الإقليمي، وأيضا إعطاء رسالة واضحة بأن واشنطن الآن بدأت مدركة أنها لا تستطيع أن تبرر هذا التعنت الإسرائيلي. في السابق كانت أمريكا تقول أن من يعطل الاتفاق هو حماس وعليها تنفيذ الخطة، الآن بعد ربما أصبحت واشنطن مقتنعة بأن أيضا من يعطل هذا الاتفاق هو الجانب الإسرائيلي، وبالتالي كل هذا بيدفع لأن هناك الآن يعني محاولة أخيرة خلال هذا الأسبوع للتغلب على كل هذه القضايا العالقة، وعلى الأقل البدء في المرحلة الأولى ووقف النار 6 أسابيع وبدء في إطلاق وتبادل الأسرى. وهذا يمكن في خلال هذه الفترة مع وقف العمليات كما أعلنت هيئة البث أن يكون هناك أيضا فرصة كبيرة للانتقال للمرحلة الثانية، وبالتالي ضمان أو استمرار وقف دائم لإطلاق النار. إلى أي مدى يمكن لطهران أن تقبل بصفقة ما دولية
وتتراجع عن هذا الرد بما أشرنا إليه ببوادر إيجابية من ناحية الاتفاق في غزة؟ نعم، أنا كما قلت يعني أساسا يعني ما أعلنه هيئة ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلي هذا المساء يعني موضوع فيلادلفيا وموضوع نستريم يعني التغى هذا الشرط، لأن يعني هذا الشرط ما كان شرط مستحدث من قبل نتنياهو وكان يتعنت وطرح هذه السلوك، ولكن بانسحاب القوات ووقف العمليات يعني انتهى هذا الشرطين، وبالتالي يعني تأمين الشرط أحد الشروط المهمة بالنسبة للمقاومة بالنسبة لحماس كما أعلن السيد السنوار. أنا أعتقد يعني ربما بدأنا نشعر ببعض التفاؤل، ولكن أريد أن أؤكد على هذه النقطة، يعني موضوع الرد الإيراني على إسرائيل، يعني هذا اتفاق يخص الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي ولا يخص إيران، والعداء بين إيران وإسرائيل مستمر، يعني إذا إيران لا تعاقب إسرائيل بالتأكيد إسرائيل غدا سوف تكرر مثل هذه الجرائم، ولكن كما قلت شكل الرد الإيراني سوف يختلف بالتأكيد، ربما إيران ستلجأ إلى نفس الطريقة التي استخدمتها إسرائيل، اغتيال مخابرات رجال مخابرات إسرائيليين أينما كانوا في يعني كما حصل مع حنية بطبيعة الرد. هذا الموضوع لا يرتبط أساسا بالموضوع الفلسطيني، هذا الموضوع يرتبط بالعداء الدائر بين إيران وبين إسرائيل. شكرا، وضحت الفكرة. أستاذ جابرييل، أيضا بدقيقة إن سمحت لي، يعني ممكن لهذا الاتفاق أن يفشل كما تقول؟ أيضا المصادر المراقبين كثر من يتحدثون، إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تحمل هذه المرة نتنياهو مسؤولية الفشل؟ وإلى أي مدى تصدق التقارير التي تتحدث عن فرض عقوبات على إسرائيل من قبل أمريكا؟ فيما يتعلق بهذا الاتفاق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد طلب بقاء القوات الأمريكية بحوالي معبر فيلادلفيا، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك ولم يعني واستجاب لطلب الولايات المتحدة. إذن يبدو بأن هناك ليونة من جانب نتنياهو فيما يتعلق بهذا الاتفاق، والاعتقاد السائد بأن هناك ليونة لدى كافة الأطراف حتى لدى حماس، على الرغم من صعوبة الاتصال برئيس حماس يحيى السنوار في الوقت الحاضر بالنظر إلى وجوده في أحد التونلز، ولكن هناك من يرسل مراسيل إلى المسؤولين بين الفلسطينيين وأعلامهم بما يحصل، ويبدو بأن هناك اتفاق بين كل الأطراف حول هذه المسألة. جزيل الشكر جميعا ضيوفي الكرام. إذن من نيوجيرسي الأستاذ جابرييل صومال، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكان معنا أيضا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد الباحث في العلاقات الدولية، ومن العاصمة الإيرانية طهران الأستاذ مصدق بور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الإيرانية العربية. كل التحية لكم. عززت الحكومة الإسرائيلية إجراءات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وبناء المستوطنات، إضافة إلى إعطاء الغطاء الرسمي والحماية العسكرية للمستوطنات غير الشرعية، كل هذا بالرغم من انتقادات دولية وأمريكية. الدمار الشامل في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ قرابة العام، يقابله في الضفة الغربية إعمار لمستوطنات على أراضٍ انتزعت عنوة من الفلسطينيين العزال. الحكومة الإسرائيلية صادرت في عام 2024 أكثر من 24 كيلو متراً مربعاً لبناء المستوطنات الكبرى، وقامت بزيادة دعمها للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني وسط إمعان في هدم الممتلكات الفلسطينية. بتسلائيل سموتريتش، وهو ناشط استيطاني ووزير المالية الحالي، هو من يقود الجهود الرامية إلى توسيع وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، حيث وافق مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي على بناء ما يقرب من 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنات خلال فترة زمنية لا تتجاوز العامين.
وحسب منظمة بيت سليم لحقوق الإنسان، فإن ما يقوم به سموتريتش هو خنق كل مظاهر الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية. انتقادات الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي اعتبرت أن المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلام. طاس على الناس، يعني شو بدهم يدبوا على هاي؟ هاي استشهد واحد واثنين جرحى. ويبدو أن حتى المجهودات الدبلوماسية الأوروبية لن تجدي نفعا في إيقاف المد الاستيطاني الإسرائيلي. أنس نماسي، العربية. قبل أن ننتقل إلى الملف اللبناني، ننوه بالأخبار العاجلة. مسؤولون لنيويورك تايمز الصحيفة الأمريكية نتوقعوا تأجيل إيران لردها لإعطاء الوسطاء الوقت لإتمام صفقة غزة. إذن مسؤولون لنيويورك تايمز نتوقعوا تأجيل إيران ردها المنتظر لإعطاء الوسطاء فرصة لإتمام صفقة غزة. وأيضا هنالك عجل آخر، وفقا لإعلام إسرائيلي، مديرا المخابرات الأمريكية والموساد يشاركان بقمة القاهرة وقمة القاهرة المتوقعة في الأسبوع المقبل بالطبع بشأن ما يحدث في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف الحرب. وإلى الملف اللبناني هذه المرة، حيث اتهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الحكومة اللبنانية بارتكاب خيانة عظمى لعدم تحملها مسؤولية الدفاع عن الشعب اللبناني في ظل التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مطالبا حكومة تصريف الأعمال بألا تكون ملحقة بإيران أو بغيرها. جعجع قال إن عون ومحور الممانعة ألقيا بلبنان في جهنم، وأن مصلحة لبنان ليست في ربط قضيته بقضية غزة، لافتا إلى أن حزب الله يتبنى استراتيجية إيران في المنطقة. بس بما يتعلق بجنوب، فيني أعتبر أن الحكومة الحالية عم ترتكب خيانة عظمى. بالأوقات الصعبة واحد ما بده ينعم كلماته، خيانة عظمى. ليش عم ترتكب خيانة عظمى؟ عم المسؤولي عن الشعب اللبناني مش حزب الله المسؤول عن الشعب اللبناني، مسؤول عن الشعب اللبناني هي الحكومة اللبنانية. هالحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال، في البعض بجرب يتلطى خلف أنه هي حكومة تصريف أعمال، بالمواضيع الطارئة والخطيرة مثل الوضع بجنوب بامتياز، يعني هالحكومة مثل كأنها حكومة كاملة الأوصاف. ما في حكومة تصريف أعمال بمواضيع أو بظروف مثل هيدي، لا، حكومة كاملة الأوصاف عليها أنه تتحمل مسؤوليتها. الحكومة اللبنانية منا ملحق لا لسياسة حزب الله ولا لسياسة إيران ولا لسياسة فرنسا ولا لسياسة أمريكا ولا لسياسة حدا. خي في شيء اسمه مصلحة الشعب اللبناني العليا. هل اللي عم بصير هلأ بجنوب هو مصلحة الشعب اللبناني العليا؟ أكيد لا. ومصالح الشعب اللبناني مش لي ربط، هلأ بحكي عنها، مش لي ربط قضية لبنان بقضية غزة، غلط. مربوطين نحن عاطفيا وسياسيا قد ما بدك، بس عسكريا أكبر خطأ عم بصير، أكبر دليل اللي صار، وأكبر دليل إذا استمرينا هيك باللي بده يصير. وبالتالي شو بعد في لزوم لحرب الإسناد اللي عم تنشن من لبنان؟ ما أكترية الاحتياطي اللي كانوا استدعوه مشان حرب غزة رجعوا عشغلوا. فإذا شو بعد في لزوم هلأ للشي اللي مسمينه حزب الله إنه هيدي عم نعمل حرب إسناد أو مساندة أو مشغلة للعدو هون؟ ومشغلتك للعدو هون ما بقى مشغول بغزة تتشغلوا أنت هون. إذا سلمنا جدلا بالمرحلة الأولى أنه نظريتك مضبوطة بخصوص إشغاله. رفضت الحكومة اللبنانية اتهام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لها بالخيانة العظمى، وقالت إنه اتهام باطل، وأكدت أن الحكومة تبذل كل ما هو مطلوب من عمل لتجاوز الصعوبات، وهي لم تقصر في أي أمر يتعلق بأي ملف، لا سيما بالنسبة لإيجاد حل للوضع في الجنوب ومعالجة تداعياته المباشرة وغير المباشرة. تبعية حزب الله لإيران لا تعود بالمنفعة دوما عليه، فارتباط الرد على مقتل فؤاد شكر بالقرار الإيراني وضع حزب الله في موقف حرج أمام بيئته الحاضنة، ومنعا لخسارة ثقتها لجأ الحزب إلى فيديو دعائي يظهر أحد أنفاقه المجهز عسكريا في رسالة مفادها أنا جاهز للرد.
انتقام مؤجل عاد بالإحراج على حزب الله أمام قاعدته الشعبية، فالوعود برد حاسم استوطنت خانة الأقوال، فيما يد نصر الله المرفوعة بالتهديد ترددت مرة أخرى. أكثر من أسبوعين على ضربتين موجعتين لإيران ووكلائها، يفصل بينهما ساعة قليلة. اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران، والقيادي الرفيع بحزب الله فؤاد شكر في مربعه الأمني في الضاحية الجنوبية، وقبلهما أيضاً عملية مجدل الشمس. خروج الرد عن طور العجالة فسر عجزاً من قبل حزب الله، ليسارع الأخير بنشر فيديو لتنفيس الضغوط وحفظ ماء الوجه أمام أنصاره. فرد العضلات العسكرية هذه المرة تمثل بإظهار أنفاق طالما أنكرها الحزب. توقيت إعلان هذه الأنفاق السرية وترسانة ضخمة من الصواريخ والآليات، رغم نفي سابق لوجود أنفاق، يرمي إلى تحقيق نوع من الردع مع تزايد المخاوف من فتح إسرائيل جبهة موسعة شمالاً. هذه المخاوف نفسها قد تقف خلف تأجيل الهجوم الذي رده البعض أيضاً إلى عدم رغبة حزب الله بتحمل مسؤولية عرقلة محادثات قطر حول وقف إطلاق النار في غزة. إذن مشاهدينا، بالعودة إلى آخر الأخبار العاجلة، ننوه وفقا لموقع أكسيوس الشهير، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف للتوصل إلى صفقة تبادل في غزة الأسبوع المقبل. إذن هذا يعني بالطبع كما ذكرناه قبل قليل بأن إدارة بايدن متفائلة هذه المرة بالتوصل لاتفاق في غزة بشأن وقف النار. أعود إلى الملف اللبناني وضيفي من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان الأمين لمناقشة هذه التطورات على الصعيد اللبناني. أرحب بك دائما معنا أستاذ مروان على شاشة الحدث. إلى أي مدى بالغ جعجع بهذا الوصف وهذا الاتهام إلى الحكومة اللبنانية بأن ما ترتكبه هو خيانة عظمى؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. مساء الخير. للحقيقة يلي قالوا جعجع كله صحيح، ولكن بينلام جعجع على نقطة واحدة، إنه الضرب بالميت حرام. فربما هذا الأمر الوحيد يلي فينا نلوم عليه دكتور سمير جعجع على اللي عمله. للحقيقة الحكومة اللبنانية مستقيلة من أي مسؤولية تجاه الشعب اللبناني. هي من بداية الحرب أعلى الرئيس حكومة على الرئيسة إنه ما في له أي مونة على حزب الله، وما في له أي مونة بموضوع القرار الحرب والسلم، وهذا الأمر بيد حزب الله بالكامل. كما إنه منذ ذلك الحين بدأت هذه الحكومة سواء للرئيسة أو من خلال وزير خارجية بترداد مقولة حزب الله حول ربط جبهة لبنان بغزة، وبالتالي صاروا جميعا عم بيرادوا تقول لي هي حجة حزب الله بأنه لما توقف جبهة غزة توقف جبهة لبنان. وما بعرف هون إذا في شيء نص دستوري بيسمح للحكومة ولرئيسة ولوزير الخارجية بأنه يعتمدوا عليه لربط مصلحة لبنان ومصير الشعب اللبناني بمصير غزة، وبالتالي بمصير شخص مثل يحيى السنوار، وبالتالي أصبح مصير الدولة اللبنانية بأمها وأبوها وبشعبها وبكل شيء وباقتصادها مربوط بقرار بشخص السنوار، يقرر السنوار. مفهوم هذا الأمر أستاذ مروان، مفهوم، لكن اسمح لي فقط فيما يتعلق بالتحرك اللبناني الداخلي. يعني جعجع البعض قال بأنه انتقاده جاء متأخرا، هذا نقطة أولى. نقطة ثانية، يعني على المنحى المقابل في حال تحرك اللبنانيون أيضا سيقابلون بردود سلبية من أطراف موالية لحزب الله، كيف تقرأ هذا الأمر؟ نعم، للحقيقة المعارضة كلها بلبنان مأثرة بموضوع حماية لبنان ومواجهة حزب الله بالسياسة. عم نحكي بالداخل هناك في تقصير كبير على هيدا المستوى. حزب الله للأسف حاليا هو اللاعب الوحيد على الساحة اللبنانية، وهذا عكس ما كانت عليه
وضع لبنان خلال حرب 2006، بحيث كان وقتها في حكومة الرئيس السميورة ومن خلفها كل قوى 14 أذار موجودة على طاولة المفاوضات الدولية لحل حرب 2006، وإلى جانبه كان في حزب الله طبعا وحلفائه بالداخل أو الإقليميين من النظام السوري إلى إيران اللي هن كانوا موجودين، وكان كل حدا عم بيحط وجهة نظر. ولكن للأسف حاليا مش موجود على طاولة المفاوضات الدولية ومع دول المنطقة سوى حزب الله والإيراني. ليه؟ لأن قوى المعارضة حتى الآن ما زالت في موقع ردود الفعل، أو ما زالت في بموقع اللي عم تتبنى سقف سياسي لا يرتقي إلى مستوى الخطر اللي عم نواجهه حاليا. يعني حتى اللي عم يطالب فيه أقصى ما عم يطالب فيه المعارضة الداخلية حاليا وبشكل منفرد وبعد ما اجتمعت للأسف بإطار واحد وبجبهة سياسية واحدة، هو اللي عم يطالب فيه بشكل كل حدا على حال هو طيب. 17/1. إذا المعارضة الداخلية اللبنانية لم تجتمع إلى الآن على قرار واحد فيما يتعلق بتوجيه الانتقاد، دعنا نقول هذا الأمر، إلى حزب الله وإلى ما يحدث في الجنوب، لماذا تلام الحكومة بكل هذا اللوم وهي التي قالت، وأقول هنا وفقا لبيانها الأخير، بأننا نبذل كل ما هو مطلوب منا من عمل لتجاوز الصعوبات ولم نقصر بأي أمر يتعلق بأي ملف؟ بموضوع المعارضة صحيح ما اجتمعت بجبهة واحدة، وأيضا مقصر المعارضة بأنها ما زالت بموقع ردود الفعل وما قامت بمبادرة سياسية وخلق مشكل سياسي بوجه حزب الله لحد هلا مصر على هذا المستوى. أما بالنسبة للحكومة بحكم موقعها، الحكومة بحكم موقع الدستوري وما يعطيه إلى الدستور، فهي صلاحياتها أكبر من هيك بكتير ومسؤولياتها أهم من هيك بكتير. مسؤولية الحكومة هي أنه تضبط الأمن وتكون صاحبة القرار على كل الأراضي اللبنانية. ما بعرف إذا الحكومة قاموا بأي خطوة بهذا الاتجاه أنه يكونوا هن صاحبين قرار الأمن والحرب والسلم على كافة الأراضي اللبنانية. اثنين، ما بعرف إذا هن قاموا بواجباتهم تجاه بموضوع أي خطة جدية طارئة لحماية الناس أو لتأمين البدائل للناس اللي نزحوا من بيوتهم. وطبعا بهذا الموضوع بدنا نحكي فيه إنه الحكومة بتطلع تقول إنه في حزب الله هو اللي أخذ قرار الحرب والسلم والحرب وأخذ اللبنانيين إلى الحرب وإلى الدمار، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤوليته على جميع الأصعدة. أول شيء المسؤولية السياسية، اثنين المسؤولية الاقتصادية، ثلاثة مسؤولية الناس طيب. اللي وصلها لهذا المستوى. فلنأخذ هذا السيناريو، لدي دقيقة عذرني جدا أستاذ مروان، فلنأخذ هذا السيناريو بدقيقة. في حال خرجت الحكومة اللبنانية، حكومة تصريف الأعمال، وحملت حزب الله مسؤولية ما يحدث وسيحدث، ما الذي نتوقعه من سيناريوهات بعد هذا التصريح؟ بعد هذا التصريح أعتقد بأن أكثر شيء بيخاف منه حزب الله وبيخشاه حزب الله هو المواجهة والاصطدام مع السلطات الرسمية، مع الشرعية. يعني اللي صار على أيام الرئيس ميشيل سليمان بآخر سنتين من عهده، وقت تصدى لحزب الله وراح إلى بيان بعبدة اللي بيطالب بالنقي بالنفس بلبنان عن كل صراعات المنطقة، واثنين وصل لمرحلة لما صدم حزب الله وصف المعادلة اللي بيعتبرها حزب الله معادلة ذهبية اللي هي شعب وجيش ومقاومة، اعتبرها الرئيس سليمان المعادلة الخشبية وليست الذهبية. هذا الأمر عمل قلق كبير ووجعت راس كبيرة بآخر سنتين من عهده للرئيس سليمان. فما بالك أنه كمان تكون الحكومة بهيك ظرف عم تاخد موقف من حزب الله، وفي حالة اعتراض كبيرة موجودة بالبلد ولو كانت مفرقة مثل ما قلنا، ولكن موجودة لها تأثير. ومن هون ساعتها بصير المجتمع الدولي بيقدر يسمعك وبيقدر يتعاطى مع جهة، إن كان معارضة برلمانية أو إن كان جهة رسمية. وضحت الفكرة. سلطة تنفيذية نعم. مثل الحكومة اللبنانية. جزيل الشكر لحضرتك، كنت معنا من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان الأمين.
إلى ملف السودان، فلليوم الثالث على التوالي تتواصل محادثات جنيف حول وقف النار في البلاد في غياب الجيش، وهو الطرف الرئيسي في هذا الصراع، إلا أن المبعوث الأمريكي أكد أن التواصل يتم مع قيادة الجيش عبر الهاتف يوميا، مؤكدا أن ذلك يتيح تحقيق تقدم على صعيد المساعدات للمتضررين من الحرب. وقال إنهم يقومون بإجراء الاتصالات الهاتفية بكثافة، ويمكن للجميع في التحالف الدبلوماسي التحدث إلى قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع. وأضاف قائلا في مقابلة مع فرانس بريس: نتواصل يوميا مع قيادتي القوات المسلحة والدعم السريع، أي طرفي هذه الحرب. وأشار المبعوث الأمريكي بريليو إلى وجود اقتراحات عدة بشأن آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات التي يتم إبرامها، وأكد أنهم يواصلون فعلا لمس تقدم في الجانب الإنساني، مشيرا إلى أن فتح المعبر كان مطلبا أساسيا على مدى أشهر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض أنحاء دارفور التي واجهت أقصى ظروف الجوع والمجاعة. وأعرب أيضا المبعوث الأمريكي عن أمله في الحصول على التزامات من قوات الدعم السريع للاستجابة بأمور مثل ضمان وصول آمن من دون عوائق للمساعدات. نجري اتصالات هاتفية بشكل مكثف، ونتواصل يوميا مع قيادتي طرفي الحرب في السودان، الجيش والدعم السريع. لدينا اقتراحات عدة بشأن آليات ضمان تنفيذ الاتفاقات التي يتم إبرامها، ونلحظ زخما كبيرا سعيا للاتفاق على هذه الآليات ووضعها موضع التنفيذ. شركاؤنا في مصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يساعدون في قيادة جزء كبير من جهود الوساطة، ورغم غياب الجيش فإن المباحثات تحقق بعض النجاح لتسليطها الاهتمام الدولي على حرب السودان، لكن تحقيق التقدم بشأن وقف النار والمساعدات الإنسانية كان أسهل بحضور الجيش. لم تتردد إيران في استغلال الحرب في السودان، ليس فقط لاستعادة علاقتها الدبلوماسية مع الخرطوم بعد قطيعة دامت 8 سنوات، لكنها سعت جليا إلى توظيف هشاشة الوضع في السودان نتيجة احتدام الحرب الدائرة هناك منذ أبريل العام الماضي لتعزيز حضورها العسكري بالبلاد. المزيد في التقرير التالي. بعد أكثر من 8 سنوات على قطع الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، السودان مسرح جديد لإيران التي دأبت على الاستثمار في بؤر النزاعات والتوترات بالمنطقة. فبالرغم من حديث وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض ونظيره الإيراني علي باقري بطهران شهر مايو الماضي عن تنويع مجالات التعاون، إلا أن هذا التعاون بين البلدين لم يتجاوز حدود التعاون الأمني والعسكري. شهر يناير الماضي رصدت أقمار اصطناعية غربية طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز مهاجر 6 في قاعدة وادي سيدنا شمال أمدرمان حسب وكالة بلومبرغ. تحول أظهر حجم الحضور العسكري الإيراني في السودان وحرصا من طهران على تزويد الجيش السوداني باحتياجاته من دعم استخباراتي ومعدات وأسلحة. دعم عسكري بدا سخيا من طهران واستمر لأشهر، لكنه سرعان ما تراجع عقب حادثة تحطم مروحية الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي شهر مايو الماضي. وضع دفع بالجيش السوداني مطلع نفس الشهر لحث إيران على رفع دعمها العسكري مجددا، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوداني المكلف حسين عوض إلى طهران وفق ما ذكرت صحيفة أوبزيرفر الإيرانية. بعد ذلك دفعت طهران بعدد من طائراتها المسيرة للمشاركة في عمليات استطلاع واسعة وتقديم كميات من الأسلحة للجيش السوداني لاستعادة سيطرته على المناطق التي فقدها خلال الأشهر الماضية. كما قامت طهران بإنشاء معسكرات تدريب داخل أوغندا لتجنيد اللاجئين والنازحين تمهيداً لإدماجهم في صفوف الجيش السوداني. وحسب مراقبين فإيران تسعى لاستغلال هشاشة الوضع السوداني المأزوم بفعل الحرب الأهلية لفرض أجندتها وخلق ساحة نفوذ جديدة بعد الضربات القاسية التي تلقتها أذرعها وميليشياتها في المنطقة.
مولو جودي، الحدث. أعود إلى مناقشة هذا التطور فيما يتعلق بالتفاوض مع الجيش السوداني هاتفيا مع ضيفي من بروكسل الذي ينضم أيضا إلينا هاتفيا، المحلل السياسي السوداني الأستاذ صدقي مطر. رحب بك دائما معنا أستاذ صدقي. كيف قرأتم هذه الخطوة أن المبعوث الأمريكي يتم التفاوض كما يقول مع البرهان وقيادة الجيش والحكومة عبر الهاتف؟ في البداية مساء الخير أستاذ بصير وعلى مشاهدي الحدث. أنا أعتقد حديث المبعوث الأمريكي أن هنالك تواصل ما بين الحكومة السودانية وما بين الأمريكا أفتكر ما انقطعت، هنالك يعني تواصل مستمر منذ فترة، وكان آخره الاتصال وزير الخارجية الأمريكي بلينكين صحيح على البرهان. فلذلك يعني هذا يعني التواصل، أنا في رأيي التواصل مستمر، يعني حتى هنالك التواصل ما بين من قبل الدول الصديقة كمصر والسعودية الذين يتواصلون مع الجيش السوداني في 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 أمر المفاوضات القائمة الآن. لكن هنا تحديدا يعني نفهم البرهان لطالما رفض هذا الإرسال وفد للمشاركة في محادثات جنيف ورفضه قاطعا ووضع شروطا بالطبع، لكن الخطوة هذه تحديدا يعني نريد أن نفهم، يعني بيريليو، أنا أنقل عما يقوله بيريليو المبعوث الأمريكي إلى السودان، يقول بأننا كل يوم ننتهي من هذه الاجتماعات ونخبر البرهان ونتفاوض معه، ويتحدث أيضا عن اختراقات إيجابية. ما في شك أستاذ بصير منذ أن أعلن منبر ومفاوضات في جنيف لم تنقطع الاتصالات ما بين الجيش السوداني وما بين أمريكا ووزير الخارجية الأمريكية وما بين أيضا المملكة العربية السعودية ومصر، لكن هذه الاتصالات لا تعني أن هنالك يعني انضمام للمفاوضات، وأن هنالك يعني اتصالات هي تتم في 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 مستوى ما بين الحكومة السودانية وأمريكا في لتغريب وجهات النظر. أو لذلك أنا أفتكر يعني حديث بيريليو، أنا استمعت له اليوم اللي هو صرح فيه لراديو دبانجا إنه هنالك التواصل، والتواصل كما ذكر هو العالم الآن تكنولوجيا من السهل جدا التواصل بين كل الجهات، والحكومة السودانية لم تقطع الطريق. مفهوم هذا الأمر. طيب هل هذا التواصل مع استمرار محادثات جنيف ليس فقط من بيريليو، هنالك مصادر تتحدث عن مسؤولين أمريكيين آخرين من الحكومة الأمريكية تواصلوا أيضا مع البرهان، هل نحن أمام بوادر لإرسال البرهان وفدا رسميا للمشاركة في محادثات جنيف أستاذ صدقي؟ هي أكيد هنالك كما ذكرت لك أستاذ بصير تواصل من الجهة من بعض القيادات في أمريكا ومن بعض وحتى المبعوث الخاص لأمريكا ودول كالسعودية ومصر الشقيقتان. ما في شك إنه هنالك يعني محاولات، والبرهان وضع شروط الحكومة السوداني والشعب السوداني إنه هنالك لم يرفض الذهاب إلى المفاوضات، وإن قالوا إن كانت هنالك يعني اختراق في بعض الأشياء التي ذكروها فلا يمانع في التفاوض في 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 ما تبقى من وقت يعني في جنيف. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من بروكسل، الأستاذ صدقي مطر المحلل السياسي السوداني، كل الشكر لك أستاذ صدقي دائما. مشاهدينا إذن نذكركم بأبرز الأخبار العاجلة الواردة خلال هذه الساعة الماضية. إذن وفقا لهيئة البث الإسرائيلية ونقلا عن مسؤولين أمنيين يقولون بأن هنالك إعلان لإيقاف العمليات القتالية في قطاع غزة، وأيضا أذكر بما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي الشهير بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة الأسبوع المقبل، وأيضا إعلام إسرائيلي تحدث
عن أن مدير المخابرات الأمريكية وأيضا مدير الموساد الإسرائيلي سيشاركان في المحادثات أو المفاوضات المزمع عقدها في القاهرة خلال الأيام المقبلة. أجمل تحية للقاء.